رقية تاخذ لك صورة لحالك يا رقية، تمام؟ رقية نصار، عمري 7 سنين. أنا بدرس بالصف الأول، طلعت الأغراض من الدار أوديهم برا عشان ياخدوهم، وهم عشان هدرنا دارنا، فأنا كنت نعسانة ونمت بالسيارة. غرفتي كانت حلوة، فيها ألعابي وتختي أنام فيها وانبسط وألعب أكيف عبطت وبسطة. قلت له بابا عشان هدنا دارنا تطلع دار أحلى منها إن شاء الله. دارنا حلوة وكانت دار تيتا حلوة، فإجوا هدوها. أنا زعلت على غرفتي، زعلت على دارنا، وزعلت على دار تيتا، زعلت كل دار. هادي يعني هادي أحسن دعوة، إنه حسبنا الله ونعم الوكيل، هدوا دارنا. محمد علي منصور نصار الحسيني، متجوز، عندي بنتين وعندي ولدين. العدد احنا الافراد، امي كان رحمه ابوي الله يرحمه له 3 اشهر متوفي، اختي وانا ومرتي واولادي كنا فيها، يمكن 8 اشخاص 9 اشخاص كنا فيها يعني. واضطرينا نهد البيت بسبب حجه فش ترخيص للدار. اتصلت علينا الشرطه قالت لازم تهدموا الدار منه قبل ما يطلع الصبح، يا بتدفعوا 200,000 شيكل اللي هي مخالفة. احنا متخلفين من زمان على الدار عشان بنيناها من دون رخصة، متخلفين 40,000 شيكل ولحد الآن بندفع فيهم حجة عدم الترخيص يعني. فاضطرينا يعني مع الضغط اضطرينا انه نهدمها بايدينا. والله لما انهدمت بلش يهدم قلبي كان اتقطع، يعني قلبي كان اتقطع على الدار، قديش تعبنا وشقينا لما سويناها وبنيناها، قلبي كان اتقطع. واصعب ايام هذه الايام بحياتي، كل يوم بصعب عن يوم يعني. لما يعني الصبح لما تاني يوم لقيت فيش إلنا دار، فيش إلنا دار يعني. امي راحت عند اخوي، اختي التاني عند اخوي التاني، اولادي ومرت عند اخوالهم، والبنت نامت ليلتها بالسياره وانا نمت ليلتها بالسياره. يعني فيش، تصبح الصبح ما تلاقيش دار، تاني يوم فيش دار، ثالث يوم فيش دار، كل يوم بكون اصعب من يوم. والحمد لله رب العالمين. قديش كانت الواقع صحيح؟ الدار ذكرياتنا يعني، نعيشين، نروح عند رحمه الحاج نقعد نتحدث معاه، يجي عنا نتحدث معاه، يجوا ناس نروح يجوا عنا نتحدث يعني. هذه الدار كانت يعني كثير ناس يجوا عنا وقاعدين فيها، والحمد لله رب العالمين. انا حاليا نقيتي قبل ما نشوف شو نسوي، انا قاعد عند اولاد عمي قبل ما نشوف شو نسوي يعني، لانه العيله تشتتت، امي بمحل، اختي بمحل، واحنا بمحل. رحمة الحاج الله يرحمه عي إنه دار بالبلد القديمة، هلا بطل يقدر يمشي يروح على الدار على البلد القديمة، فهون اضطر إنه يبني في أراضي مع يعني، في أراضي مسموح لها تبني، في أراضي ممنوع تبني. فهون إحنا ما عطوناش ترخيص يعني جر، فالحاج اضطر إنه بنى هون
انه عشان بيقدرش يمشي ولا يروح ولا يجي. فبنينا، فاجوا سوونا محكمه، رحنا على المحكمه، حطينا حط رحمه الحاج محامي وحط مهندس وبلش يمشي باجراءات الرخصه. فهون وصلنا انه تخلفنا 40,000 شيكل. فهون الحاج يضل يقول للمحامي يعني امشي بالرخصه امشي بالرخصه. فوصلنا انه الابواب كلها سدت قدامنا بالنسبه للرخصه، ما بيعطوا رخصه، ما بيعطوش رخصه. اتصلوا الشرطه على اخوي، قالوا له لازم تهد البيت. هلا حكينا معاهم، لبقولوا لازم تهده وتفضيه، اذا ما فضيتوش من هون لبكره الصبح بدنا نجي احنا نهدبه وندفعكم مخالفه 200,000 شيكل. فاضطرينا من الضغط اللي صار علينا هديناه بايدينا.